لك هذه بلاد مباركة. هنا جاء هؤلاء الفساق والضلال، والبيوت العربية الآن صارت الكازينو والمرقص والأعطلات حول الجامع الأموي. لك عاصمة الدولة الأموية كانت عاصمة الإسلام هذه دمشق الشام، هذه دمشق القديمة فيها الخيرات والبركات وفيها الآن طيروا هذا. إن لله وإن إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا يتطلع من السطح إلى عوراته، ذلك ما كان من قديم يطلع على السطح إلا ينادون. كان من قديم إذا أحدهم أراد أن يطلع على السطح كان يقولون يا الله يا الله. العلماء أرشدون أن ننوي الذكر في هذا. أي نعم، ما نويت الذكر في هذا إذا ما حضرك هذا. أكثر الناس ما يحضرهم نية إيه الذكر، لا تقول هذا يا جيران طالعين على الأسطح، هكذا كانوا يعيطوا صيحوا عيطوا شو سيدي حتى إيه تتستر النسوان. الآن والعياذ بالله، نسأل الله تعالى السلام، اللهم استرنا بسترك الجميل يا رب. الآن وين بعض الناس ما عندهم دين ولا عنده غيره، ترى والعياذ بالله يصعد وينظر منين جلب هذا. نحن نعرف عم يستوردوا بقر هولندي، أما ناس مستوردة الله جيرنا وين. الله يرضى عن سيدي زكوان ابن سيدنا الشيخ عبد الرزاق علمي، قال له يا سيدي لو سيدنا لو دعيني بخلصنا البيت عين كرش، قال لي عندي جار ما يجلس إلا يلبس يجلس على باب في الدرج ومكشف عن فخذي. نسوان طالع نسوان نازل. اللهم إنا نعوذك من جار السوء في داري مقامة، فإن جار البادية يتحول. الجار الصالح إن رأى شيئا ينبه جاره له، ترى دير بالغة أنت الآن عندك البيت الجلائل اللي حاططها هي بتجليها عم تنكشف، دير بالك يا جاري. هذا الأبجور اللي حاطه في شقوق، هذه الشقوق عن بعد من بعيد يرى من تاخد، هكذا ينبه له دير بالك يا جاري انتبه انتبه. نعم قال ولا يضايقه في وضع الجذع على جداره. كانت بيوت كما قال شيخ ياسر خضماني، قال لي كانت مشينا في أزقة دمشق، قال لي كانت القلوب متعانقة والبيوت متعانقة، هذا وضع جذعه في حائط جاره. وهكذا شو سي إذا اضطروا أن ربما جعلوا غرفة بين الحائطين يستفيدون منها، قال لا يمنعه من ذلك. نعم الله يفرج عن المسلمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم قال ولا يضايقه في وضع الجذع على جدار، ولا في مصب الماء في ميزابه، ولا في مطرح التراب في فنائه، ولا يضيق طريقه إلى الدار. هاي ضيقة الآن السيارات عم يصفوها بالمدخل، لك يا جماعة الخير تركنا السيارة ومشينا، لك وصلت لك تريد أن تدخل البيت ما تجد ممرا. والله عجب هذا، حسبنا الله ونعم الوكيل. أين مكارم الأخلاق؟ طب لما صفيت السيارة طب ما رأيه مدخل بناية، لك ادخل اترك مكانا ليدخل الناس ليدخل أهل البناء. ولا يضيق طريقه إلى الدار، الآن تضيق للطرق في الأسواق وفي المحلات والمطاعم أخذت الأرصفة، وإن لله وإن إليه راجعون. ولا يتبعه النظر فيما يحمله إلى داره. وين أخوك أبو الخير الله يرضى عنه، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إذا مر أمام دكان واحد يحمل كيسا فيه كيلو بندورة يغض نظره هكذا، عفي الله مزينه. هذا كثير من هذه الأخلاق التي نقرأها يعني متمثلة بهذا الرجل، ها ظاهره الدروشة، أما والله في أبو رشيد ما بتشهى، أما في حقيقتي والله مظنة ولاية. هذا الرجل مجمع للآداب، آداب عجيبة. أنا بعضهم يمزح أقول والله أريد أن أجمع لك هؤلاء الحفاظ والجامعين والأصحاب الشهادات تعطيهم درس في الأخلاق، بعضهم يظن أني أمزح، والله ما أمزح والله أقول حقا. عندهم من مكارم الأخلاق الشيء الكثير، كثير منهم يفقدونها. هل منها هذا أبدا؟ يقول اسماء أبو رشيد أخوه يقول عندما يعرف أن أخاه أبو رشيد خارج يدخل
يدخل بيته يغلق الباب كي لا يخجله إن كان يحمل شيئا من الأغراض. لا إله إلا الله. حتى إذا كان أخوه أبو رشيد أراد أن يذهب إلى مكان نزهة في السيارة، إذا أحس أبو الخير بهذا عنده ولد على الباب يقول له ادخل، يغلق الباب حتى لا يحرجه، والله أنا الآن ذاهب وكذا نأخذ الولد، عدم الإحراج. آداب عجيبة، الله يجملنا بمكارم مكارم الأخلاق، ولا يتبعه النظر فيما يحمله إلى داره. وكانوا من قديم يحملون الأغراض مستورة، الآن الأكياس نسأل الله السلام مع هذا البلاء الذي نزل كله على المكشوف، على المكشوف، أكياس شفافة كانت من قديم أكياس من الورق لا يرى ما فيها، الآن كل أكياس شفافة. نعم والله أنا أحيانا يشهد الله أستحي، والله أترك الغرض في السيارة، والله حياء من الناس الواقفين أمام البيت. نعم، لأن جل الآن كثر الفقر في زماننا، كثر الفقر في زمان، وبخاصة عندك جيران هذا الجار، إن رأيت أو بخاصة الأولاد، إما أن تستر هذا وإما أن تطعم من ترى. الشيخ أحمد مبرور سيدي الجبي ما لا جيبي يحط الأغراض من جوايفه وجيده، هكذا علمنا شيخنا الشيخ رمزي البزم رحمه الله رضي الله عنه، كان يذكر لنا هذا، كان من قديم كلهم عنده، الواحد عنده خرقة واسعة يلف الغرض فيها، معه شيء من اللحم أو كذا يلفه بهذه الخرقة حتى لا تظهر رائحة ولا يعرف الناس. أتكلم عن الشيخ هذا المبرور الله يرضى عنه، شو سيدي، أنه كان يضع هذا في وسط الجبة، الجبة ما له جيب يدخلها هكذا أحمل أبدا أحمل غاب، وهذا مستور ما أحد يرى ما يحمل. الله يوفقنا، بعض الناس ما يبال، أكثر الناس الآن ما عندهم هذه الثقافة. أنا رأيت هذا صهر الشيخ الرحال الله يرضى عنه، وهو ختن الشيخ هاشم المجذوب، مرات عندما يدخل مكانا يريد يشتري غرضا ما يري الناس الأموال التي معه، بعض الناس ما يبالون في هذا، فقر شديد، بعض الناس يخرج نعم رزمة من هذه الأموال، أم 5000 فيها 100 واحدة شو سيدي، وأمام الفقراء قاعد عم يطقطق شو سيدي، والناس ينظرون إليه، فقراء ما معهم، كنت ما يعني لا أكاد صاحبته بالسفر وحضر، يعني لا أظن أنه أرى الناس مرة أموالهم، هذا في كسر خاطر. الله يلهمنا السداد والصواب. الآن ربما هذا يحمل محفظة مملوءة بالمال ويقول للفقراء والله ديروا بالكم عليها، ترى فيها 10 ملايين ليرة سورية. لك يا رجل، لك أشفق، أرفق بهذه الأمة المسكينة، أرفق بها. آداب عجيبة، الله يجملنا بهذه الأخلاق.